النهاية حققنا الأهم ونهديو هذا التتويج الأنصار ويعطيكم الصحة نقولهم وإن شاء الله ديما فرحانين. الحمد لله ربي كفانا بالكأس هذه بعد مجهودات كبيرة. نشكر اللاعبين ونشكر الطاقم الفني والإداري ونشكر الأنصار بزاف بزاف اللي دعمونا طيلة الموسم. هذا الكأس ما كانش في الأوبجيكتيف تاعنا، راه كيماكم على بالكم قال الأوبجيكتيف تاع السيربي هو اللي كان ضم البقاء، مي الحمد لله ربي وفقنا واللي حققنا البقاء وحنا راكم شغل ثاني هي رايح بدنا وحنا ثاني حبيناها وإن شاء الله نهدوا الأنصار تاعنا إن شاء الله. ونتيري اللي قبل من لا بريمير جورني الناس كاع وشكت في قدراتنا، نضرب اللي برهنا اليوم بالشخصية القوية تاع شباب الوسداد كما يقول لك الكبير يا مرض ولا يموت، هذه شباب الوسداد نضرب اللي تاع ألقاب، نضرب اللي هذا الموسم راح يقعد في تاريخ شباب الوسداد. ما يخفلكش كما شفتوا المقابله هذه كانت صعيبه على الطرفين. سيفري كما يقول لك نشكروا كما يقول لك اللاعبين تاعنا اللي قاموا بدور كبير، وما يخفلكش ثاني نقص المنافسه هذيك، احنا قعدنا شهر وبريس 4 جور احنا قاعدين بلا منافسه عكس فريق شباب الوزداد. انا ما نقولش بلي الخبره هي اللي تغلبت، انا نقول نقص المنافسه هو اللي تغلب على اللي دار الفريق اليوم، باسكو ايكيب صافي 12 جور من اللي حبست لا كومبيتيسيون، احنا صافي ان موا ايدمي، دونك لو فوتبول يل باردون با ما يرحمش. هذا التتويج اهداوه للفريق الخصم، والله نتاسفوا، هذه هي حالة كرة القدم الجزائرية.